الشاهي. الشاي والأتاي ثلاث مسميات لمسمى واحد، أحمر كان أو أخضر، بالنعناع أو بالعطر أو بالشيح، محلا بالسكر أو بدونه، شاهي باللوز أو شاهي بالكاكاوية. يشربه الليبيون في كل المناسبات، صباحا شاهي بالحليب، وبعد الغداء شاهي خفيف، ومساء في الجلسات العائلية، ويسمى شاهي العالة، في حفلات الزواج وفي المآتم أيضا. في جنوب ليبيا كما في شمالها، في غربها كما في شرقها، أمازيغها وعربها على حد سواء. هات أسقني روحي فذاك الأخضر، شايا كساه الماء لونا أخضر، كالخمر في جلب السرور ولم يكن كالخمر مرا أو حراما مسكرا، شتان بين الشيء تفعله شاكرا والشيء تفعله خائفا متسترا، فاشرب جهارا من حلال طيب من ذاقه شكر الإله وكبر. كانت تلك أبيات شعرية لأحمد رفيق المهدوي. أزل، هذا حسن بوفوس معكم من قسم تولت الإعلامي في هذه الحلقة، وضمن سلسلة تاميتيت الذاكرة باللغة الأمازيغية، نود أن نصطحبكم في جولة تاريخية وسوسيولوجية لمعرفة كنه هذا الشراب الذي يشربه الليبيون في كل مناسباتهم. هذا الشاهي الذي أصبح لا ينفك ارتباطه بالمناسبة الليبية، بل أصبح ذكره يرتبط ببعض الطقوس والعادات والتقاليد الليبية العريقة. طاسة تيزاي خدمت الدفكية جاي، خدم دفكية للشرف إنه يعطف ديد. لماذا الشاهي؟ أي لماذا شريط وثائقي عن الشاهي بالذات؟ ولماذا ضمن سلسلة تاميتيت الهوية؟ في زيارة لي لأحد الأسر الليبية المقيمة في المغرب الأقصى، قدم لي رب الأسرة كاس شاي، أو بالتعبير الليبي طاسة شاي، فاعتذرت فألح وأصر أني أشرب طاسة الشاي عنده، ولكني اعتذرت قائلا آخر مرة أني لا أشرب الشاي وما يتعب شروحه رغم أشرب حتى في القهوة. فنظر إلي مليئا هكذا ثم قال في تعجب، ليبي وما يشربش في الشاي؟ حقيقة هذا السؤال ربما يطرح أكثر من مرة، ولكن في تلك اللحظة لما قال لي مستنكرا ليبي وما يشربش في الشاي، فكرت فيها علاش، وشنو علاقة الشاهي بالليبي؟ السؤال لم أجد له جواب في تلك الآونة، وقررت أني أقوم ببحث، وهذا الشريط الوثائقي هو نتيجة ذاك البحث. يذكر الشاهي عند الليبيين عند الحديث عن الضيافة والكرم والصداقة والجلسة العائلية، وكذلك المناسبات الاجتماعية. أشرب شاهيك وكمل يا أخوي حكاوي، أوصف غالي زه البال وقول موال غلاوي، أشرب شاهيك وكمل يا أخوي حكاوي، أوصف غالي زه البال وقول موال غلاوي. فلذا الشاهي هو جزء من ذاكرتنا الجماعية بلا منازع، ولكن هل يمكننا أن نسميه بالشراب الوطني؟ لنجيب عن هذه الأسئلة سوف نعيدكم إلى أصل الشاهي وتاريخ وصوله لبلدنا ليبيا والعادات المرتبطة به وموقف علماء الدين والمشايخ منه والعادات والتقاليد المرتبطة به وطرق إعداده وفوائده وكذا مضاره. إن طرق إعداد الشاي عند الليبيين وإن اختلفت فيما بينها، إلا أنها تتسم بنوع من الصرامة إلى 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 حد يصعب فهمها، كعادة مثلا ثلاثة كيسان وشاهي بالرغوة وشاهي البرادين، عادة تخديم الشاهي يعني يديروا منها في الكشكوشة، عادات هذه تقريبا يتميز بها الليبيون عن باقي الشعوب، فمع أنهم يشتركون مع التوانسة في عادة الطاسة الأخيرة باللوز والكاكاويات الثالثة باللوز، ومع المغاربة بتعطيره بالنعناع، إلا أنهم يتميزون في أشياء كثيرة مثل زي ما قلنا عادة الكشكوشة والشاهي بالرغوة
وشاهي البرادين ونحوهما. البرادي يبكي بطاس تحت شكيلة، والسخان من صهد شحيمة حليلة. البراد يبكي والمرء حاضر باطه، جوه الطواسي يمسحو دمعاته. تختلف تسميات الشاهي عبر العالم حسب اختلاف المناطق التي صدر منها في بلده الأصلي الصين. فهو هناك يسمى تشع باستثناء لهجات بعض المناطق الساحلية والذين يسمونه تا، ولذا نجد النطق الأول متواجد في روسيا ووسط آسيا وبعض المناطق الهندية وبلاد فارس وبلدان الشرق الأوسط، وكلها بلدان وصل إليها الشاهي عبر مسالك برية، بينما سادت الصيغة الثانية أي تا كل البلدان التي وصلها عن طريق البحر، فهو في اللغة الإنجليزية تي، وفي اللغة الفرنسية تي، وفي اللغة الإسبانية تي. ففي تونس والجزائر والمغرب يسمى أتاي، وكذا جنوب ليبيا، بينما يسمى تاي في موريتانيا حيث وصلها عن طريق التجار البرتغال. ونلاحظ تأثير البنية اللسانية الأمازيغية في إضافة أداة التذكير ألف في دول المغرب الكبير، بينما يسمى شاهي في السواحل الليبية وكذا الجنوب التونسي. هذا اللفظ الشاهي ليس له أي علاقة بالشاهية كما يدعي البعض، بإرجاع الألفاظ دائما وقصرا إلى أصولها العربية، فالكلمة جاءتنا من سيلان حيث تستورد هذه النبتة. فالشاهي هي نفسها الشاي، وأدخلت الهاء في بعض اللغات الآسيوية ومنها أتت إلى ليبيا. ليس إلا تعرض الرحالة الأمازيغي أبو عبد الله اللواتي المشهور بلقب ابن بطوطة للأواني الفخارية المستوردة من الصين، ولم يتعرض لذكر الشاهي صراحة، ولكنه ذكر الأواني التي يعد فيها وكيف أنها تصدر إلى البلاد المغاربية. قبله بقرنين تقريبا أي في القرن الخامس الهجري ذكر العالم الفارسي المشهور البيروني في كتابه الصيدنة نبتة صينية تسمى جاه، على أنها نبتة صحية تساعد المدمنين على الكحوليات. يذكر الشريف الإدريسي الجغرافي المغربي المعروف المتوفى سنة 564 شراب كان مشهور ومتداول بكثرة عند الأمازيغيين يسمى أنزير، وهذا الشراب حسب كلام الإدريسي كان منتشر عند الأمازيغ المصامدة يعني قبيلة مصمودة، وهذا الشراب حلو كالسكر على حسب هذا الرحالة. ويبدو أن الأتاي قد طغى على هذا الشراب وأصبح واستبدله وأصبح الأتاي هو الشراب المستعمل بك. ويبدو أن أول ذكر للشاي في ليبيا جاءنا عن طريق الرحالة الإسباني باديا ليبليك المتنكر باسم علي بك العباسي في أوائل القرن التاسع عشر وتحديدا سنة 1805، وحتى في هذه الإشارة كان ذكره مقتصرا على البلاط الباشوي آنذاك. ونعود ونرى إشارة أخرى على تناول الشاي في مدينة طرابلس، ولكن هذه المرة في القنصلية الفرنسية سنة 1826 بمناسبة الاحتفال بعيد الملك، حيث ترك يوسف باشا تناوله. فإلى هذه الأثناء لم نشاهد ذكرا للشاي إلا في البلاط الباشوي أو المجتمع الراقي، ولا ذكر له عند الحديث عن العامة بالرغم من ورود شواهد كثيرة عن شرب القهوة ونحوها. الأنس بين زيتون وزرع وما من غدير في ظروفي ومشوي وشاي في كؤوس مزججة مذهبة الحروف، وضرب بالبنادق وانشراح وصيد وانتشار في الكهوف. وكان موقف العلماء منه صارما، فلقد حرموه جملة وتفصيلا. ومما اطلعنا عليه من فتوى علماء وأعيان يفرن بتحريم هذه النبتة: إن الأتاي مضر مضرة تفضي لجلب الهم والخسران، وتؤول لارتكاب دين فادح ولمحق مال مع فساد عنان، تعمي مكان المرء تقفر بيته والفقر منه تكون الأحزان، لذو خف يبقى له وذو حافر ويعود للبساط والدكان، تاء
تبا لكل تاجر سعى بها وأتى لمسلم شهوة الشيطان. كما حرمها الإباضيون والمالكيون على حد سواء، وحرموا التدخين واعتبروه نجسا وإلى فترة ليست بالبعيدة، وكان هذا ديدنهم. ولم يكن موقف المسلمين وحدهم المناهض لهذا الشراب الدخيل على حد تعبيرهم، بل حرمه علماء النصارى في بريطانيا كذلك بناء على أدلة صحية وأخلاقية، ودعوا إلى تعويض المشروب الجديد بنباتات محلية. وفي فرنسا عارض البعض شرب القهوة، حيث اعتبروا في استهلاكها تقليدا للمسلمين واتباعا لعوائد الأتراك. وهذا ربما يفسر عدم ذكر عادة شرب الشاي عند العوام في الفترات الأولى من انتشاره في الأوساط الاجتماعية الراقية، ولا نرى له أثرا حقيقيا في المجتمع إلا في فترة لاحقة جدا. يقول أستاذ محمد الأسطى في ورقات مطوية: حقيقة هي جذاذة اختصرت أن عدد من أبناء الزنتان في وقت الحرب مع الطليان كانوا يمشوا لتونس ويحاولوا يجيبوا احتياجاتهم من الزنتان، من السكر والسلع. ولما كانت هذه التجارة تتم من وراء الطليان، فقد نشط الفاشيون في نصب الفخاخ والعيون وتسيير الدوريات خلف هؤلاء، فكانوا يصادرون الإبل بكل ما تحملهم من بضائع، وكانوا يعلنون عن بيعها في مزاد عام. فلفت انتباهي هذا كلام الراوي أن أهالي يفرن والقرى المجاورة يمتنعون عن المشاركة في هذا المزاد على أساس أن هذه البضاعة مغتصبة من العرب، وبالتالي فليس من الحلال دينيا تسويقها، وهكذا تخلو السوق أو الساحة ليهود يفرن الذين كانوا يأتون للزنتان فيزايدون فيما بينهم طبعا، ويحصلون على البضاعة والإبل الرخيصة ثم يبيعونها للأهالي بأسعار مرتفعة. نجد هذا النص عن إدمان شرب الشاهي بتونس بعنوان الحشيشة الملعونة لمؤلف مجهول بالعامية التونسية، نقله كاتب فرنسي سنة 1946، يقول فيها: يفتح يرزاق من صباحات ربي عوقها الدخان وتوقت ناره وتحط عليها البراد المشوم اللي ميت ناقة وناقة خرجوا من زنونته، وخلى طرابلس وكمل تونس لا ترحم من زرعها في هالبر هالحشيشة المنتنة. فهذا النص يقول صراحة إن أهل تونس أخذوا عادة الشاي وعادته كذلك من الليبيين الطرابلسيين، وتحديدا الذين هاجروا من ليبيا خوفا من التسلط العدوان الإيطالي عليهم. فهذا النص وإن لم يكن مقصودا بحديداته فهو ينقل لنا بصريح العبارة أن التونسيين تعلموا عادة شرب الشاي من الليبيين. تنوعت طرق تحضير الشاي وتعطيره عبر العالم، ففي الدول العربية يطيب الشاي بالهيل والزعفران، وفي شمال الهند توضع فيه توابل من الفلفل والفلفل الحلو، وفي الصين لا يزال سكان التبت يحضرون الشاي بالملح وزبدة حيوان محلي يعرف بالخشقاء، وفي ليبيا يطيب بالأعطار التالية: أغراز، جوشن، النعناع، والمنتا، والعطر، والقرفة، والقرنفل. فبالإضافة للتربيع متاع الشاهي في العادات الليبية والطلق ما بين البراد واللقامة وعادة تكرار الشاهي 3 مرات والشاهي باللوز، يخلط الشاهي في ليبيا بأنواع كثيرة من العطور والأطياب كما مر بنا. ووجدت نص عن أنواع الأعشاب الطبية اللي يستخدمها إخواننا في جنوب ليبيا من الطوارق مع الشاهي. ومن ضمن هذه الأعشاب الطبية اللي يستخدم فيها الطوارق هي تاغوق، تهرغلي، أميو، أزيرزي، تاني هارت، تاكم الزوت، تاكلت، إلى آخره من الأنواع الأعشاب الطبية. بمدينة غات بالجنوب الليبي يعتبر شاي وقت العصرية الذي يسمى تكست شايا مهما، حيث يعطر الكاس الثالث منه بنبات المردودش. ففي هذه المدينة حين يخشى الضيف أثر الشاي على صحته فهو يعلن مسبقا أنه لن يشرب الكأس الأول أورساغ ويزرن، أو حين لا يريد أن يشرب الكأس الثاني أورساغ غيري غيري. أما الضيف الذي لا يرغب قط في شرب الشاي فهو يتجنب الإخلال بحسن السلوك، فيعلن مسبقا أنه لن يشرب سوى الكأس الأخير ساغوان كرادراس. وهكذا يأخذ المقيم هذه المعطيات بعين الاعتبار منذ البداية حين يقيس مقادير الماء والأوراق،
فمن العيب عندهم أن يشرب الضيف كأسا واحدا فقط، فهو مخل بالأدب إلا بمبرر صحي. والطفل عندهم لا يشرب إلا من الكأس الرابع أو السادس لخفته واعتقادهم بعدم ضرره عليهم. يحظى الشاي بالدعم الحكومي بحيث إنه يعتبر من السلع الضرورية، فيباع الشاي في الأسواق الليبية بربع ثمنه الحقيقي تقريبا، فالكيلوغرام الواحد منه لا يتعدى سعره الدينار الواحد. إن هذه النبتة الشرقية وإن حظيت بدعم حكومي وإن تغلغلت في المجتمع الليبي وإن اكتسبت بعض عاداته وتقاليده القديمة واختلطت بعادات أخرى جديدة، لا يمكن لها أن تكون شرابا وطنيا لأسباب عديدة، منها أنها شراب دخيل، وأنها لا تميز المجتمع الليبي عن غيره بأي شيء، فهو شراب يشرب في جميع أنحاء العالم، وأيضا ليس لهذا الشراب أي رصيد تاريخي في العمق الليبي، بل حتى اسمه ليس له أي جذور ليبية. كنتم مع تميتيت الشاهي، شاهيكم زهيكم وكتر الله الخير عليكم. إعداد محمد أمادي بالتعاون مع سعاد ببرنوسة، قراءة النص حسن بوفوس، إنتاج مؤسسة تولت الثقافية بالتعاون مع شركة فوز فيزيون للإنتاج السمعي البصري. بعيني اليوم ريت اليوم عشية، الجملة لبست فراشية، ريت الفروج يتكيف شاهي باللوز، هو طاسة واني زوز وكملنا الشاهي باللية. بعيني اليوم ريت اليوم عشية، الجملة لبست فراشية.